زي ما بيقولوا كده. بس برضو زادت الطمأنينة، افتح حتة كده وشوفها ثم ان شاء الله ما فيش حاجة. عزيزي المشاهد تعال بقى معانا في المعاينة دي، لما بيكون الحديد حالته كويسة والنسبة دي تبقى معقولة، وانا ما بقولش للعميل رمم، لا بقول له الحالة دي كويسة. مش معنى ان احنا بنروح عند الناس عايزين نخليهم يشتغلوا على الفاضي وعلى المليان. تعالوا شوفوا الراجل اجهد بطريقة مش طبيعية عشان يفتح حتة صغيرة، وكانت حالة الحديد معقولة وكويسة. اوعى تطلعوا من الحلقة عشان تشوفوا النتيجة كانت ايه. ارجو المتابعة والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ابقوا معنا. طبعا احنا هنا في السقف بندور على الحديد مش لاقيه. تعال براحتك ان شاء الله. انا بقول لك لازم تفتح 20 سم. شفت لك ما تجيبش اكتر من العمق ده. لسه اقول لك اللي ممكن يكون المربع. هات بقى الحته الصغنطوطه دي بقى. ابين لك خالص اللي هي ايه؟ ابين لك السيف. الحته دي بس كده عشان مستعجلش. ده ايوه نوروا لنا بقى يا جماعه، عايزين اضاءه بس عشان هنا الاصابع. امسك كده حضرتك، تعالى امسك الكاميرا دي بس قبل الشمع. طالع فوق، طالع فوق. امسك بس النور. انزل انت بقى كده معايا. انا وصل كده. انا طالع فوق. انزل انت. طبعا هنا ايه، احنا عشان نوصل للحديد ده دخلنا جوه بتاع حوالي 5 سنتي او يمكن اكتر. فلكن هنا حتى الحديد طبعا الى حد ما الشرشره موجوده فيه، الشرشره بتاعته موجوده، لكن هو الحاله مش سيئه وحتى الخرسانه كويسه. فطبعا ده ايه يعني معقول كويس على تحت بكتير خالص.
تمام كده يا ريس؟ ماشي. طيب ايه في المكان؟ دي الكاميرا.